السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في قناة عبد الصمد إلكترو، ومرحبا بكم من جديد. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. كما تلاحظون أصدقائي، اليوم معنا هذا مكبر الصوت أصدقائي، فهو فاصل لا يشتغل، سوف أقوم بتركيب له الكهرباء. بسم الله. إذن أصدقائي كما تلاحظون فاصل لا يشتغل. إذن أصدقائي سوف أقوم بفتح هذا الجهاز لكي نتعرف على سبب هذا المشكل أصدقائي، تابعوا معي. إذن أصدقائي كما تلاحظون قمت بفك البوردة لمكبر الصوت، فهذه البوردة لمكبر الصوت فهي مدموج معها باور سبلاي أصدقائي، وهنا أيسيات للصوت كما تلاحظون، وهنا هذا منظم الجود 5 فولت كما تلاحظون. إذن أصدقائي بما أن المكبر الصوت فاصل لا يشتغل، الآن سوف نقوم بالقياس من جديد. بسم الله. إذن البوردة الآن فهي موصولة بالكهرباء. إذن أصدقائي هذا هو السالب في هذه القطعة الحديدية، والخرج لمكبر الصوت يكون في هذا الدايود ما بعد الشوبر. إذن لا يوجد أي فولت في الخرج، الخرج لا يوجد به أي فولت، وهذا منظم الجهد سوف نقوم بالقياس عليه. هنا يكون الدخل، وهنا الخرج، إذن لا يوجد أي فولت لا في الخرج ولا في الدخل. إذن سوف أقوم إذن أصدقائي لاحظت بأن هذه المقاومة أصدقائي فهي محترقة ورقمها غير ظاهر عليها، كما تلاحظون هذه المقاومات رقمها فهو ظاهر، وهذه المقاومة رقمها غير ظاهر. إذن سوف أقوم بالقياس على المكتف الرئيسي. به فولتية. الآن سوف أقوم بإفراغ المكتف بهذه الطريقة. ما زال مشحون. إذن على ما أعتقد الآن المكتف فارغ 3 فولت. إذن أصدقائي سوف نقوم بالقياس هذه المقاومة بماذا متصلة بهذا البين، بهذا البين لهذا الآي سي أصدقائي، اي سي التقطيع، مصفت التقطيع. اذا رقم هذا الاي سي سي ار 52 28. اذا اصدقائي سوف نقوم بتحديد
البينات لهذا المصفط تقطع. سوف نقوم بتحديد البينات. إذن كما قلنا هذا الاي سي به 8 أرجل. إذن سوف أقوم بتحديد الرموز على هذا الشكل لكي يتضح معنا كل شيء وليس هكذا. سوف أقوم بتحديد الرموز على هذا الشكل وهو هكذا. إذن كما قلنا رقم هذا المصفط التقطيع هو CR 52 28. إذن هذا الاي سي التقطيع هاد البينات تكون GND وهذا GND وهذا البين دران وحتى هذا يكون دران وهذا البين الفي دي دي جي وهذا الفي دي دي وهذا البين الفيدباك وهذا سونس. هكذا أصدقائي، إن بحثتم على رقم هذا الاي سي سوف تجدون نفس هذا المخطط، ولكن سوف تجدون هذا الأرجل في هذه الجهة وهذه الجهة، لأن أنا قمت بهذه الرموز كتبتها على هذا الشكل، ليس هكذا ولكن هكذا بالعكس لكي يتضح معنا كل شيء. إذن الاي سي، هنا هو الاي سي، هذا هو الاي سي، هذا هو الاي سي أصدقائي، هذا هو الاي سي. إذن الآن سوف نقوم بالقياس. كما قلت لكم هاد البينات الاثنان ها هي مع بعضها، فهي متصلة مع المكتف الرئيسي، هذا هو المكتف الرئيسي، وهاد هاد الاثنان فهم الدران، فهم متصلين مع بعضهم ومتصلين بالشوبر كما تلاحظون. إذن أصدقائي، لماذا قمت بكتابة هذه الرموز؟ لكي أحدد التغذية لهذا الاي سي، من أين تأتي التغذية؟ إذن التغذية هي هذه VDD، هذا البين فهو الفيدباك يكون متصل بالفوتوكابلر، وهذه هذا البين فهو للتغذية. إذن الأول الثاني الثالث، هذا البين الأول الثاني الثالث. إذن لنرى بماذا متصل هذا البين الثالث، هذا هو الثالث. سوف أقوم بتشغيل الملتيمتر هنا، لاحظوا مباشرة مع هذه المقاومة المحترقة، لاحظوا كيف أصبحت مسودة، لاحظتم؟ إذن هذا الاي سي ليس به تغذية لكي يشتغل، لأن هذا الاي سي التقطيع هنا يكون تيار متردد ويتحول إلى تيار مستمر بواسطة هذه الديود، وهذه الديود فهم متصلين بالمكتف الرئيسي. إذن علينا أن نقوم بتشغيل هذا الشوبر، وهذا الشوبر لا يشتغل بتيار مستمر، علينا بتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد لكي يشتغل هذا الشوبر ويقوم بإخراج لنا فولتية مستمرة عبر هذا الدايود. إذن
هذا الاي سي التقطيع هو الذي يقوم بتحويل التيار المستمر الى تيار متردد لكي يشتغل هذا الشوبر. وهذا الاي سي التقطيع فهو مرتبط بهذه المقاومه، وهذه المقاومه هي التي تغذي هذا الاي سي لكي يشتغل. فهذا الاي سي اصدقائي فهو كمحرك السياره، محرك السياره فهو يحتاج الى تحريك في الاول، دينامو تحريك في الاول لكي يستمر في التشغيل. وهذه المقاومه هي التي تغذي هذا الاي سي في المره الاولى لكي يقوم بالتشغيل، لكي يشتغل معنا. اذا اصدقائي سوف نقوم بالقياس مره اخرى. إذن سوف نقوم بالقياس في المكتف الرئيسي، فهو به فولتية 300 فولت فهي موجودة. والآن سوف نقوم بالقياس في هذه المقاومة المحترقة، لاحظوا 300 فولت فهي موجودة، ومن هذه الجهة 2 حوالي 3 فولت. إذن هذه الفولتية أصدقائي فهي ضعيفة، لا تستطيع تشغيل لنا أي سي التقطيع. علينا أن نجد هنا 15 أو 17 فولت لكي يشغل معنا أي سي التقطيع أصدقائي. إذن أصدقائي هذه المقاومة فهي غالبا سوف تكون 1 ميجا أوم، 1 ميجا أوم. إذا لاحظوا أصدقائي هذه البوردة الصغيرة فهي بها مقاومة، هذه المقاومة تسمى مقاومة SMD كما تلاحظون، بها مقاومة رقمها 105، هذا الرقم 1 و5 عدد الأصفار، 5 أصفار، إذن تعني 1 مليون أوم، يعني 1 ميجا أوم. هذه مقاومة 1 ميجا أوم. إذن سوف أقوم بإزالتها ونقوم بفحصها بالملتيمتر وسوف نقوم بالتجريب أصدقائي. إذن لاحظوا أصدقائي سوف نقوم بالقياس على هذه المقاومة التي قمت بإزالتها من هذه البوردة الصغيرة. إذا لاحظوا معي أصدقائي في الملتيمتر ماذا تعطينا هذه المقاومة، لاحظوا 1 ميجا أوم. إذا هذه المقاومة التي سوف نحتاجها. الآن سوف نقوم بتركيبها وسوف نقوم بالتجريب. إذن الآن سوف أقوم بإزالة هذه المقاومة الآن سوف أقوم بتركيب هذه المقاومة. إذن أصدقائي بعدما قمت بتركيب المقاومة في مكانها، هذه هي المقاومة 105 مكتوب عليها 105 يعني 1 ميجا أوم. إذن الآن سوف نقوم بالتجريب. بسم الله. إذن أصدقائي بعدما قمت بالتجريب الكهرباء لم يشتغل معنا هذا الباور سبلاي، سوف أريكم
دائما عندما أقوم بالتجريب Power Supply لا أقوم بتركيب الكهرباء مباشرة بالـ220، أقوم بتركيبه هنا. إن كان مشكل سوف تشغل هذه اللمبة كما تشاهدون. الآن سوف أقوم بالتجريب، لاحظوا اشتغلت. إذن Power Supply فهي بها مشكل، أزال هناك مشكل آخر أصدقائي. إذن سوف نواصل هذا المشكل. إذن أصدقائي سوف أقوم بالقياس، هل هناك شورت أم لا. إذن لاحظوا أصدقائي هناك شورت في هذا الدايودات، لأن أصدقائي في الأول قمت بتجريب هذا المكبر الصوت مباشرة بالتيار المنزلي. إذن إذا كان هذا الشورت كان في الأول لكان انفجر هذه المكونات، لا أعلم. يمكن عندما اشتغل يمكن كان بهم قصر غير ظاهر، وعندما اشتغل هذا أي سي التقطيع وقع بهم مشكل ممكن. لاحظوا مكان الفيوز أصدقائي، هذا مكان الفيوز فهو به سلك رفيع. إذن إذا وقع مشكل هنا سوف تنفجر هذه المكونات. لاحظوا هذا مكان فيوز. إذن أصدقائي سوف أقوم بإزالة هذه الدايودات وسوف أقوم بفحصها. إذن أصدقائي سوف نقوم بقياس هذه الدايودات. إذن هذا الدايود لا يوجد به أي قصر. هذا تالف وحتى هذا تالف وهذا أيضا. إذن ثلاث دايودات فهم محترقان. سوف أقوم باستبدالهم بالأربعة. كما لاحظتم أصدقائي في الأول كنا نقوم بالقياس في المكتف الرئيسي، كانت فولتية 300 فولت فهي موجودة، وعندما قمنا بتركيب ذلك المقاومة التي تغذي أي سي التقطيع يمكن وقع بهذه الضيودات مشكل. إذن سوف أقوم باستبدال هذه الضيودات. إذن أصدقائي سوف أقوم بإزالة هذه الضيودات وسوف أقوم بتركيب هذه الضيودات. إذن الآن سوف أقوم بالقياس عليهم. إذن دائما الضيود عليه أن يعطينا قراءة من جهة، عندما نقوم بالقلب عليه أن لا يعطينا أي قراءة. هذا جيد، هكذا لا يعطي قراءة، وهكذا عليه أن يعطينا قراءة. إذن حتى هذا جيد وهذا يعطينا قراءة، وهكذا عليه أن لا يعطينا قراءة. إذن حتى هذا جيد وهذا لا يعطي قراءة، وعندما نقوم بالقلب يعطي قراءة. إذن سوف نقوم بتركيب هذه الضيودات أصدقائي. إذن أصدقائي بعدما قمت بتغيير الضيودات الآن سوف نقوم بالقياس على هذه الضيودات. إذن لا يوجد قصر، وحتى هنا لا يوجد قصر، وهنا لا يوجد أي قصر. إذن الآن الأمر طبيعي. إذن أصدقائي سوف نقوم بالتجريب من جديد. بسم الله. بسم الله. إذن أصدقائي اللمبة الآن لا تشتغل، إذن لا يوجد أي مشكلة الآن. إذن أصدقائي سوف أقوم بالقياس. سوف نبدأ
بالمقاومة التي قمنا بتركيبها في الأول. إذن أصدقائي هذا هو السالب للمكتف. وهذا هو الموجب. لاحظوا الفولت فهو موجود. وهنا في هذه المقاومة 300، وفي الخرج المقاومة لاحظوا 17 فولت. هذه الفولتية هي التي كنت أقول لكم الذي يحتاجها الاي سي لكي يبدأ يشتغل معنا. إذن الاي سي فهو به تغذية. إذن سوف يكون البوردة سوف تكون شغالة الآن إن شاء الله. إذن سوف نقوم بالقياس في الخرج. هذا هو السالب في هذه القطعة، والخرج يكون هنا في هذا الدايود. لاحظوا أصدقائي 10 فولت، 10 فولت فهي موجودة. إذن سوف ننتقل إلى هذا المنظم للجهد. تدخل له فولتية 10 فولت ويقوم بتنظيم لنا هذه الفولتية إلى 5 فولت. لاحظوا أصدقائي الآن الوضع فهو طبيعي. إذن الآن سوف نقوم بالتجريب المكبر الصوت أصدقائي. إذن أصدقائي الآن سوف نقوم بتجريب مكبر الصوت. بسم الله. لاحظوا الآن مكبر الصوت فهو شغال. سوف أقوم بتجريب له هذه الفلاشة USB. بسم الله. إذن أصدقائي مكبر الصوت فهو يشتغل بشكل جيد. إذن قمنا بإصلاح هذا المكبر الصوت والحمد لله. أتمنى أصدقائي هذا الفيديو أن ينال إعجابكم وأن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. وأعتذر أصدقائي على إطالة هذا الفيديو. هذا مكبر الصوت وهذا المشكل فهو جاء هكذا أصدقائي. إذن أصدقائي إلى فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بزر اللايك والاشتراك أصدقائي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.